السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أجمد باشمهندسين؟ إن شاء الله هنحل النهاردة المثال البسيط ده مع بعض. لو أنت مهتم إنك تكون طالب جامعي ناجح وتاخد مني معلومات ونصايح كنت تتمنى حد يوجهها لي، فاشتراك يسعدني لو أنت مهتم بالمحتوى ده وإن شاء الله رسم هندسي. بتاعك أول ما تبدأ في عمليات المماس أو عمليات الهندسية تبدأ تعمل السنتر لاين، لأن ده أساس الرسمة بتاعتك زي عواميد البيت بالظبط. عندك سنتر لاين واقف أهوت في النص فيرتيكال أهو، تروح جاي عامله عادي كده. بعد كده عندك سنتر لاين افق موجود اهو، تمام. بعد كده عندك سنتر لاين تحت اهو، بعد 80 نعمله عادي خالص، بعد 80 اهو. اول ما تخلص سنتر لاين دي خلاص انت هتبقى الرسمه بتاعتك انتهت باذن الله. بعد كده في سنتر لاين تاني، هو المفروض دي سهلة، دي نسيبها تجيبها في الآخر. أو ممكن عايز تحدد مركز، دي كانت عبارة عن دايرة كده، هو بيقول لك المركز بتاعها هنا بعد الأر بتاعتها 25، يعني من هنا لحد هنا 25، وقال لك من أول أهو لحد المركز ده 32، يعني 32 زائد 25 تديك 57، يعني ممكن أبعد 57 كده، 57 كده وكده، يبقى انا حددت مركز الدايره الاخيره الصغننه اللي هو القوس ده كده، ماشي. اول حاجه انت عندك دي كانت دايره هنا كده، شيل اجسام عاليه هنا كده اهو، بيقول لك دي ار 25 دايره هنا في القوس هنا كده، يبقى انا كل اللي انا هعمله هفتح ار 25 واحده واحده، وعندك اول دايره اللي هي على الطرف هنا دي كده، وتكون بخط خفيف لان انت طبعا كده كده لسه هتعمل ممسات وتمسح، مش عايز تكمل لان انا كده كده همسح اللي جوه ده. بعد كده عندك دايره صغيره انك فاي 25، تمام. يبقى فاي 25 يبقى انا هفتح 12 ونص، 12 ونص بالشكل ده كده، واعمل دايره صغيره حلو ده. بعد كده لو خدت بالك في شكل مسدس خماسي في النص معمول جوه دايره، الدايره دي الفاي بتاعتها 50 يعني نصها 25، فخلي الشكل المسدس الخماسي ده نعمله اخر حاجه. الدايرة انك 50 يبقى انا هفتح 25، الشكل الخماسي ده ان شاء الله هيكون اخر حاجة بإذن الله تعالى، تمام. بعد كده عندك في دايرة كبيرة هنا اهي ار 50، تمام. ار 50 يبقى انا هفتح 50 واروح جاي ايه عاملها كده، ماشي، دايرة خفيفة كده، يعني أنا همسح بس. طيب لو خدت بالك إن دي كانت دايرة هنا كده، ودي دايرة هنا كده، بينهم مماس الاتنين أهو، المماس اللي هو أر 25 ده، طب ده مماس داخلي ولا خارجي؟ نبدأ واحدة واحدة نكمل الدايرة ونشوف مع بعض. دي دايرة كان منتهي هنا، ودي كانت دايرة هنا كده، المماس ده كان عبارة عن دايرة كبيرة كده، فالدايرتين دول تمثل الدايره الكبيره دي من الداخل، عشان كده سميناها مماس داخلي. وانا كنت قايل لك مماس داخلي بنعمل ايه فيه؟ مماس داخلي بنعمل ايه؟ بنطرح ايه بقى من ايه؟ بتجيب المماس بتاعك ده هتكتبه مرتين، اقوم جاي كاتبه اول مره 125، دي ادي 125 وادي 125، وما دام قلت لك بتطرح بتحط الطرح بتاعك، بتطرح ايه؟ بتشوف المماس ده بدأ مع الدايرة الأولى ده اهي، طب الدايرة الأولى دي الأر بتاعتها كام؟ 25، يبقى اطرح 25 منها. بعد كده المماس انتهى عندك مع الدايرة الكبيرة اللي الأر بتاعتها 50، أقوم جاي كاتب ايه؟ 50، تمام؟ هنا أقوم جاي كاتب 100، وتحت 125 ناقص 50 تديك 75، حلو. اروح جاي رايح واخد ال 100 ده اللي هي جت لي من الدايره اللي هي الار بتاعتها 25، افتح 100 بالبركه، وتروح جاي. انا دلوقتي محتاج عشان اعمل المماس ده اهو محتاج نقطه هنا مكان ما سامش هقول عشان اعمل الدايره من هنا كده، بس احنا كده كده محتاجين نعمل المماس ده والمماس ده والاتنين زي بعض في الابعاد، بالتالي هنعمل علامة هنا وعلامة هنا، بمعنى ال 100 جات لي من الدايرة 25 اروح جاي راكز في السنتر ده 25 واخد علامة هنا وعلامة الدايرة التانية، لأن أنا هرتكز هنا وأعمل قوس هنا وهرتكز هنا وأعمل قوس هنا. طيب بعد كده افتح 75 اللي هي جاية يعني من ال ار 50، 75 اهي، وأرجع فتحها ورايح راكز في الخمسينية،
اعمل علامة هنا، علامة هنا. بعد كده تروح جاي راكز، المفروض بقى قبل ما تركز في العلامة دي واعمل جنب ماس، تعمل خطوة قلنا لازم تعملها، انك توصل النقطة الجديدة اللي انت جبتها في سنتر الدائرة هتعمل ماس وتمدها للآخر. نفس الكلام هنا كده، توصلها بسنتر الدائرة دي وتمدها للآخر. جه هتعرف مين دلوقتي، تمام؟ عشان اجيب بداية المماس ونهاية المماس. جاي راح اركز هنا بقى كده، ورابع فاتح كده، وجايب بداية المماس اهي، المماس هنا اهي. تعالى شوف النهاية كده هتظبط عليها. ظبط على طول، ايه ظبط، بس اظبطها بس على السنتر يعني. تمام، نفس القصة الجاية تانية، بس انا تركز برضه تجيب نقطة البداية والنهاية. خطوات دي خطوات المفروض كلها تكون خفيفة عشان دي خطوات عمل. ماشي، البداية ماشي. بعد كده تبدأ تمسح بقى الزيادة، تجهز الزيادة دي كده. طيب بعد كده هتلاقي ان دي كانت دايره بار 25، واحنا محددين مركزها من الاول اهي، ار 25. قام جاي راح فاتح ار 25 اهي، ورايح ركز هنا وعامل الدايره بتاعتك كده. تمام، لو خدت بالك هتلاقي ان الدايره ده اهي، تمام، عامله مماس قوس صغنن اهو مع الدايرة دي بار كام؟ بار 10. هنعمله ازاي؟ لو خدت بالك ان دي كانت اصلا عبارة عن دايرة جوه هنا كده، جوه الدايرة الكبيرة الاساسية اللي هي الخمسين اللي هي كانت معمول جواها، فبالنسبة لها هي مساها من الداخل، وما دام مساها من الداخل هعمل ايه؟ هطرح، هتطرح ال 10 اهي من الخمسين بتاعت الدايرة الكبيرة. يبقى انا اول خلي بالك ده احنا بنسموه مس داخلي خارجي، انا كنت شارحه في العمليات الهندسية. طب قام جاي راح ماسك ال 50 اللي هي الار ان جوه ده الدايره الكبيره، طرح منها ال 10 ده، اديك 40. حلو، اروح جاي فاتح ال 40 واحده واحده معاك كده، تفتح ال 40 تركز جوه الدايره الكبيره، تاخد علامه هنا كده، علامه الجهه الثانيه هنا كده، خدت بالك؟ محتاج بقى ان انا اعمل ايه؟ هتاخد ال 25، مش دي كانت عباره عن دايره كده خارجيه كده كبيره كده، والارض هيت خارجيه هنا كده، يعني مساها من الخارج هنا، وما دام خارجي، ما دام الدايره الصغيره مساها من الخارج، يبقى ما دام مس خارجي يبقى انا هجمع، هتجمع ايه؟ هتجمع الار اللي هي 25 ده اهي زائد ال 10 ده عشان تجيب نقطه تقاطع هنا كده، يبقى 25 زائد ال 10 دي، يبقى احنا واحده طرحنا واحده جمعنا تديك 35. جاي رايح فاتح 35 الشكل ده كده، ورايح راكز في السنتر ده، واخد علامة هنا وعلامة هنا. بالتالي احنا جبنا مركز النقطة اللي انا هوصل بيها، يعني جبنا او جاي موصل من السنتر كده بالشكل ده كده، موصل بالسنتر ده بالشكل كده. نفس القصة برضو، توصل من السنتر ده للسنتر الدائرة بتاعتك من هنا كده، نفس الكلام، توصل من السنتر للعلامة هنا كده. بالتالي انت جبت نقطة بداية المماس ونهاية المماس، جبت بداية المماس ونهاية المماس. وبالتالي تروح انت جاي راح مسخر برجلك وعامل الكيرف ده، بص بص ظبط خالص يعني، بص كده. تمام، تروح جاي انت راح ركز هنا، الدائرة الصغيرة دي بتبقى مشكلة قسما بالله. أبص إيدك، شجع الشباب، شجع الشباب الشباب. وكده تقول أنت جاي راح مسح الزيادات الجنة دي كده. بعد كده آخر حاجة تعملها بقى الشكل الخماسي اللي في النص، قلت لك بتعبي البرجر بطريقة حلوة سهلة، ده فيديو كنت شرحه على البلاي ليست وهعمله لك تاني أهو. طيب تعالى نعمل بقى الشكل الخماسي. لو خدت بالك الدايرة دي
كان بيقولك ان الدي بتاعتها 50، عملناها عادي خالص. بعد كده الشكل الخماسي اول حاجه هتبدا تعملها، طبعا انت كان المفروض هنا في سنتر لاين افقي اللي هو السنتر لاين ده، هتشوف النص ما بينهم كام. النص ما بينهم يعني المسافه من هنا والنقطه دي والنقطه دي 25، نصها كام؟ 12.5. فهتيجي تاخد قلم عند 12.5 كده، تمام. وهتروح بكل بساطه تمسك البرجر بتاعك ومحترم، تروح جاي ركز في ال 12.5 دي وفاتح حد النقطة دي كده، تمام. وتروح جاي لافف بالبرجر بتاعك لحد ما تقطع ايه السنتر لاين بتاعك اللي هو التقيل ده، التقيل في النص جوه الأساسي بتاعنا، مالكش دعوة بالسنتر لاين، الخط المين ده. بعد ما تقطعه هتروح جاي بكل بساطة ترتكز هنا تاني في النقطة اللي انت عملت منها ده، وتروح حد النقطة دي كده، تمام. النقطة دي اللي انت قطعتها فيها ده، تروح جاي رايح بعلمك خارج كده. شفت من اول ان اهو لحد هنا اهو، هي ده بقى خلاص هتوصلهم بعد ده اول ضرب. طب عايز تجيب تاني ضرب، روح ركز بقى في النقطه اللي انت قطعتها ده اهي، تمام. وعلامه هنا كده انا هتقراها كده، بس انت كنت بتعمل خط كده. بعد كده تتكس في العلامه دي، خط هنا كده. بعد كده تتكس في العلامه دي، خط هنا كده. عارف اخر نقطه هتروح تتكس فيها تاني، وصل التاني للنقطه الاولى اللي انت ابتديت منها اصلا. وصل بقى كل التقاطعات ديت ببعض كده اهو، ادي اول تقاطع، تمام. ادي تاني تقاطع، ادي تالت تقاطع، ادي رابع تقاطع، ادي خمس تقاطع اهو. عملت الشكل الخامس بتاعي. اتمنى ان الفيديو تفيدكم. اي حد استفاد ما تنساش تعمل كومنت هو الجميل. ولو احتجت اي حد تقدر تتواصل معاه على البيدج بتاعي على فيسبوك اسمه هندساوي، او التليجرام، او تسيبني اي مشكله او اي حاجه ضايقتك هنا في الفيديو تسيبها لي تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في رسمه.